اتصال من النجمة السورية المحبوبة والقريبة لقلوبنا ديما بياعة. مساء الخير. مساء الخير جميعا. ديما اشتقنا لك، كيفك؟ والله وأنا كمان مشتاقة لكم كتير، مشتاقة لسوريا وللكل. يعني اليوم عم نحكي معك بهي المناسبة، وخلينا نقول اعتبرنا هذا البرنامج منبر للفنانين السوريين ونجوم سوريا لحتى يقدموا رسائل دعم ومحبة للسيدة الأولى على أثر مرضها يلي أعلنت عنه الرئاسة الجمهورية. طبعا أول شغلة إلا إن شاء الله ما بتشوف شر، وإن شاء الله هيك أزمة وبتعدي على يعني ببساطة. هي قوية وبعرف تماما إنه هي حتتغلب على هذا المرض، ويا رب الله لا يضرها ويحميها ويحميها لأولادها وعائلتها الصغيرة وعائلتها الكبيرة. آمين يا رب. يعني ديما أنت أم اليوم وبتعرفي قديش صعبة على الأم إنه يعني خلينا نقول إذا اختل التوازن بالبيت بيكون إنه الأم فيها شيء، فقديش صعب اليوم عليها كأم إنه ترجع تنصاب بهذا المرض مرة تانية بعد ما تشافت منه وتعافت منه. يعني يمكن إحنا بنعرف بالبيت إذا أمياتنا وجعهم راسهم بنتكركب كلياتنا بالبيت، كلياتنا بنتضايق. بتقول لك يا نحن المطلوب منا كلياتنا إنه نقدم كل الدعم، لأنه عن جد اللي بينصاب هذا المرض دائما بيحب يشوف العالم حواليه طاقتهم إيجابية، ودائما يعطوه هذا الإحساس إنه هذا مرض ممكن نحن نتغلب عليه بقوتنا وقوة إرادتنا. وهي أنا بعتبر نموذج للمرأة القوية، فأنا إن شاء الله إن شاء الله هيك إحساسي إنه إن شاء الله بتتغلب عليه مثل ما تغلبت أول مرة، بس تخلي معنوياتها عالية وتشوف قديش العالم كله بتحبها. آمين يا رب، إن شاء الله ما تشوفي شر. الله يخلي لك عائلتك ووالدتك وخالتك الفنانة سلمى المصري اللي كانت معنا من شوي. شكرا كثير لك ديما لكلمات المحبة والسلام يلي قدمتي لنا إياها، ودائما هيك بنحب نسمع صوتك يعني بكل المناسبات، بنحب تواجدك معنا وأكيد لنا لقاءات قادمة. وأنا إلي الشرف، بحبكم وبحب سوريا كثير وبحب الكل يعني. شكرا كثير لك ديما، يسعد مساكي. مع السلامة.